مرحبا بكم أعزائي تلاميذ تالتة إعدادي، ومع السؤال رقم 12. بالنسبة لهذا السؤال، هو ضمن سلسلة للاستعداد للامتحان المحلي الدورة الأولى. إذا بالنسبة للسؤال اللي وصلنا له، هو لا غولاسيون انتر كوسينيس السينيس اي لا تونجونت، ولكن بشرط خص يكون عندنا دو زونغل كوبليمونتير، يكون عندنا زاويتين متتامتين. بار ديفينيسيون دو زونغل كوبليمونتير لوغ سوم ايتيغال 90، مجموعهما كيساوي 90. زاويتين متتامتين مجموعهما يساوي 90 درجة. إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال، ضروري يكون التلميذ عارف العلاقة بين دو زونغل كوبليمونتير. دونك إلا كانت عندنا A بلس B تيغال 90، فراه الكوسينيس دو A كتساوي السينيس دو B، والسينيس دو A كتساوي كوسينيس دو B، ولا طونجونت دو A كتساوي لانفيرس دو لا طونجونت دو B، يعني واحد على طونجونت دو B. إذا هاد العلاقة، مثلا 30 زائد 60 كتساوي 90، كوسينيس ديال 30 كتساوي سينيس 60، كوسينيس 30 كتساوي كوسينيس 60، وهكذا. إذا باش نسامبليفي هاد ليكسبريسيون، فغادي نطبق هاد لا غولاسيون اللي عندي. الا عندي الكوسينس نطبق الكوسينس، عندي الطونجونت بالنسبه انا لا طونجونت ما عنديش كاع نهائيا، اذا ما غاديش نستمر هاد العلاقه. دابا غنجي كوسينس او كاري 35 بلس كوسينس او كاري 35. اولا بعدا حنا ما عندناش شي علاقه كتقول لنا كوسينس او كاري دو اكس بلس كوسينس او كاري دو ايغريك، راه كنحسبوها كنعرفو شحال كتساوي. حنا واحد العلاقه اللي درنا في لا لوسون هي كوسينس او كاري دو اكس بلس سينيس اكس او كاري ايتيغال ا. اه. الا كانت اكس ان اونغل ايغي، دونك في هذه الحاله 35 غادي نحسب لا سوم ديال هاد لي دو زونغ، 35 زائد 55. 35 و 55 هي 90، وبالتالي هنا وحده في هادو هي اللي غادي نشونجي، هي اللي غادي نغير. اما نغير كوسينيس ديال 35 ولا نغير كوسينيس 55، وحده فقط. علاش؟ باش نلقى واحد لا غولاسيون اونتر الكوسينيس اي السينيس. دونك مثلا هو بحال بحال، سواء عوض كوسينيس 35 سواء عوض كوسينيس 55. ثم نفس الشيء هنا، 44 زائد 46 هي 90، وبالتالي وحدة فيهم غادي نعوضها سينيس ولا كوسينيس. إذا غادي مثلا هنا خمسة سينيس خمسة سيني كوسينيس 35 هي سينيس 55، سينيس 44 خليتها كما هي، كوسينيس 46 هي سينيس 44. إذا لا سوم ديال هاد راه كنعرفو بأن كيساوي واحد. هنا غادي نسامبليفيي باغ لي دو هي زيرو، وغتبقى ليا ناقص واحد اللي هي أصلا ما ماشي أونجل، ما أن نومبر خليتو كما هو، أن بلس زيرو أن موان أن إيتيغال زيرو. دونك ام ايتيغال زيرو. اذا هذا كان الجواب لهذا السؤال. كان واحد الاشاره اخرى ممكن نشير لها في هذا السؤال. مثلا لو اننا كان عندنا، غادي ندير واحد الشونجمون لا كيستيون، لو ان كانت عندي هنا 4 وكان عندي هنا 4. دونك إذا كانت عندي هنا 4، فهذا كيولي ان فاكتور كومون،
دونك غادي ندير لو فاكتور كومان هنا، ندير بحال هكا فاكتور كومان، ونجي هنا وندير 4 فوا 4 فوا 1 كيتيغال 4 بلس 1 موان 1 ايتيغال موان 3 ايتيغال 3 باردون ايتيغال 3 4 موان 1 ايتيغال 3. دونك هذا الا كان عندي واحد لو نومبر هنا الى غير ذلك. المهم كاين بزاف ديال لي زيكزومبل، ولكن نتمنى انكم فهمتوا واحد ليكزومبل وغادي تطبقوه على تو لي زيكزومبل لي غتلقاو. اذا بقى لي نقول لكم غير اعانكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى السؤال الاخر ان شاء الله.